يا شيبان طوال خفلوخ مليوتة محكي طال البابوخ مليا حالي نوتة تتلقوخ لي منان كل رادة ولوتة هاوخ طال بنونة قو حبة وصبيوتة من كل أيام واتا عم نقول شاب دمه هو يما موديتا قلنا انت دمع الأخلي خايا الماي مالوتا صب صليواتك غلتا صب حبة ودي وحتة صب صليواتك غلتا صب حبة ودي وحتة لبوغ بيها يليل حبا دي ابني ناشا جيل الأول يا حلي
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء والسعادة لبني البشر إلى حين وإلى الأبد. وإلى يا ربنا وإلهنا بحمد نحن الضعفاء لنحتفل بهذه الأشرار المقدسة التي أعطيتها لتجديدنا وخلاصنا برحمتك الحبيب يسوع المسيح يا رب الكل إلى الأبد.
دريلي على بيتي قبايا شفيحي وبطري نوية وبطري ملفاني وبطري أواد حيلي وبصري وعياني ومضبراني ومحكياني بترزي بترزي بذشاني مو كل شليحي لي مو كل نوية لي مو كل ملفاني لي مو كل أواد عجب واثي لي مو كل بيل بسومي مو كل بحكي بترزي بذشاني مو كل كم بشقي أنا مشاهوت الخليا طرابي أنا بخبنا وخل ورخا بشطوم إن بحكي بكل الشان الناشي والملاخي وقبالها والقاوي بدهاي وبدها ونغدي قد زاقة ذكراين يا صدموجي ذكياوي قالة ونهاوي لي كل ويوتا ويد رازي كلي ويد كل مندي ونهاوي بكل هيمانوتا دمشان طوري وقبالة القاوي لي والمندي ونياو كل مندي إدي تمسكيني ونمثل من فغرادي تمقودي وحبالة القاوي لك طول من دين حب بسيمي ليوم ارخلق ياريخة حب لك حاسم حب لك جاغش ولك شاقل راموتا ولك آود من ديدك منخل ولك بطالي لك جاقر ولك متخرب بشتا ولك باصخ بعولة لك باصخ بحقوتا كل من ديك مصيبر كل من ديك مهيمن كل من ديك طأن حبالك ناف القط بدن هيمانوثا وأمود وحبا بالدبتي طلطني وبشرابا كل يحب إلي ونعم وشلام على الله وخل أخواتي آمين صرخت بصوت عظيم وقالت لمريم مباركة أنت في النساء
ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فها إنه عندما وقع صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بفرح عظيم في بطني. فطوبى للتي آمنت لأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتهللت روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن يعطيني الطوبى جميع الأجيال، لأنه قد صنع بي عظائم القوي والقدوس اسمه، ورأفته إلى أجيال وقبائل لخائفيه. صنع الغلبة بذراعه وبدد المستكبرين بفكر قلوبهم، حط الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أشبع الجياع من الخيرات وأطلق الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل عبده وتذكر رأفته، كما تكلم مع آبائنا مع إبراهيم وزرعه إلى الأبد. وأقامت مريم عند إشباع نحو 3 أشهر ورجعت إلى بيتها. روفائيل الأول ساكتو باتريارك بابل على الكلدان في العراق والعالم، أبانا الأساقفة، أخوتي الكهنة، Father Thomas Bamer, representative of Cardinal George from the Archdiocese of Chicago، خلواثة وخثواثة عزيزة. إلى خبص خوثة ربثة إديود بينات انتهاوة بابل باتريارك مار لويس بينات إديو بداية إيتا مات مريم بنورثبروك ببريشوتا بمديثة شيكاغو. أنا تلخي قارة مار لويس باطريركة إيتا ويوا ملباني تريشن نو بلغي. أكيد بن تريشن نو بلغي عن إثوالي كوسة أكيد. مار لويس من يوماتد ويوتو مسؤول اللان قديرة ويوتو خمت لطالة أخني تلميذة مثل مكي خوثة مثل حبة إيتا خمت لطالة تتبى أخوة لإيتا من كل البواثن خمت لطالة أخني دي أخوة لقيالة انت إيتا فيال خود ناثخ من قاشة وربن ياثا وأن هذه كل بلهن إديو إلي زرية كل بكثة وعلمة وبأمره أكيد من مريم إديو كم شبحك يعني المريا ووزلة خاي قاود آلها ديديو ديوتن بيناثن سيدنا أكيد باتريركة إيتن مار لويس وفايل قما يساكو قم كل من دي إيلي خا رعيا إيتا دي كيول من إيجيانو تأيتا ديول من حبو تأيتا دي مياقر إيتا يما إديو ديلي بيناثن إديو خف بريشوثا قمر عيثة مار تومش ليحة بين الديترويت وبين إيتاثن إديو أخل وإيتا مار أبرو وقدمتا قد يا أصرت إلى بينات قيادة مر مريم سيدنا بشين ثلاث بينات سيدنا راح يضيعني هذا سيدنا العزيز مر إبراهيم رعيك موقر السام الاحترام كثير بشكره انه كنا الايام الاخيره من رعايته وتدبيره لأرمشية ديترويت ميشيغان وانت من هنا لانه 30 سنه في الايام الاخيره قضاها معانا فيك تعب كثير لكن ما مبين علينا التعب صحه وعافيه يعني.
اكيد واحد ينفع تقاعد، بس ما معناته ما يشتغل شيء. فنحن ايضا بحاجه الى موهبك وقدراتك وايضا ارشاداتك من اجل الكنيسه. نحن واثقين انه انت ما راح تقصر وين ما تكون يعني. فنحن باسم البطريركيه نشكرك على كل اللي عملته، ما بس 32 سنه لكن كل كهنوتك اللي هو يعني طويل. ونشكر الله على كل النعم اللي سكبها على الكنيسه الكلدانيه من خلال خدمتك. اما اشكر ابونا فواز، ترى كنت بالسيمينير كان زلس. وانا عندي روح الزلس يطلع منه شيء زين، اما روح المسكين مطفى احسن لا يصير. انا اشكر كثير ابونا سنحاريب اللي اليوم استقبلنا بكنيسه مار فرانك، وابونا زيا كان كلية بابل، نتمنى له صحة وعافية. I would also thank Father Thomas who is representing the Cardinal of Chicago. This is a sign of solidarity and closeness to our community. نحن جايين مثل عذراء روح نزور خالتها الاصابات، بس احنا جايين من بلاد بين النارين، جايين معاي مطران شليمون والدومي من بغداد. مطران حبيب من بغداد. مطران سيكوما هو مثل سندباد البحري. إلينا سيدنا جبرائيل كساب أيضا معنا سكرتير أبونا سقفان مريم عضران روح تبشر خالتها الإصابات لأنه الله عمل بها معجزة عند شيء يعني تنقل إلى خبر صار ما أعرف منها شو شيء بشرك بدينه يعني ايش نجي نقدر نبشر كلمينه؟ شو من يعرف؟ محبة. الرسالة كانت الأولى المحبة، نشيل المحبة. المحبة لا تعرف زمن ولا تعرف شروط ولا تعرف حدود. بالعكس المحبة فيارة يعني مثل شلال تتدفق. واللي ما كان حاب ما كان عارف شنو الحياة يعني. محبة ما تعرف حقد. ولهذا بالنشيد يقول أن المحبة ما تسقط أبدا. يعني المحبة هي علاقة وجدانية عميقة بتربطنا بشخص نحبه. أكيد كثير مرات نحن يعني هذا الشخص يحكون عنه أو تعلمنا بالتعليم المسيحي أشياء كثيرة عنه، بس هذا ما يكفي. نحبه لما نلتقي بينه من خلال تفاصيل حياتنا، من خلال صلاة تغير عمقنا، من خلال حادث نجونا منه، من خلال زيارة، من خلال شخص. وهذا كثير يبقى ويأثر فينا. وهذا المسيح نتمنى المحبة، وهذا المسيح اللي هو حب، أن نقدر أقل الكلام أن تمسكوا بينه. بالنهاية هو سلمكم، هو ضمان حياتكم، ضمان حياتكم ومستقبلكم، لا على فلوسكم، لا على شهاداتكم، لا على أمريكا ولا على العراق، بس على يسوع المسيح، على ربنا يعني. وبقدر ما أنتم يوم بيوم تأخذون شيء من عنده، تخلونه عليكم يتحول هو لكم وأنتم تتحولون له. ونحن المحدودين الضعفاء المائتين لما نندمج فينه هو غير ما يطول خالد، فنحن يصير عندنا شيء من الخلود. نحن نصير لا ما يوفي غير مائتين يعني بقدر اندماجنا فيه. من دون هذا الاندماج فلا اشكال، ماكو اي شيء. فنحن نتمنى كلنا بهذا القداس انه تتأصلون في هذا الإيمان، تتعلقون أيضا بجذوركم، تراثكم، تاريخكم،
وتحبون كنيستكم، حتى لو مرات الكنيسة ما كثير تعجبكم. أنا ما أقول على أبونا ما يعجبكم، لا، بس أكو مرات يقولون هذا القس ما يعجبنا. إيمانكم ما مبني لا على هذا القس ولا على هذا المطران ولا على البترك، يعني إيمانكم مبني على يسوع المسيح، والتعلق وهذا الثبات هو راح أكيد يغير. يعني اليوم هم عملنا زيارة لقداسة ماردنكا الرابع، نحن الخمسة، واستقبلنا هي في الحفاوة، وكان لقاء كثير صريح كثير جريء وكثير واضح صراحة، كان مؤثر أيضا يعني. وعندنا أمل أنه هالكنيسة كانت يوم من الأيام كنيسة واحدة، كنيسة المشرق، ترجع وتصير كنيسة واحدة، أن نبقى هي كنائس مبعثرة، هذا شكور، وأن نبقى كنائس مبعثرة هذا ضعف كثير، بأنه ما نقدر نعمل شيء، كل كنيسة واحدة ما قادرة تعمل شيء، لكن لما نحن نكون واحد نحن نشكل قوة ونقدر نعمل عجائب بنعمة وبركة ربنا مع بعضنا البعض. أتمنى أيضا أنتم تصلون كثير من أجل الهدف أو هذا المشروع، صلون من أجل مطرانكم القديم، يعني نريد وما نريد بعد يصير قديم، يعني ما تنسون صلواتكم ومحبتكم، مثل ما أيضا صلون من أجل مطرانكم الجديد فرانك اللي أخذ اسم فرانسيس، أتمنى أنه يصير على نهج مار فرانسيس يعني، وايضا انه هو شيء اللي عمله سيدنا ابراهيم يجي ينميه ويوسعه ويكمله، نحن واحد يكمل الناف وما حد يكمل بالتمام بالكمال كل شيء، اذا كملنا كل شيء وكان كل شيء مطلق فهي مشكله، يعني صرنا مثل الله، نحن نبقى بشر شيء نعمله وكثير هيك محدود يعني، فصلوا له حتى فعلا يكون الكم الراعي الصالح الخدوم اللي دفعنا هيك من اجلكم. هم صلوا من اجل العراق، يعني نحن ايام كثير صعبه، اكيد ايام سمعت عن اشصار الموصل وغير اماكن من دون ان تطلقوا يعني، لكن ايضا انتم لازم الارض التربه هي ارض ابانا واجدادنا وتاريخنا 2000 سنه هناك، ما تنسون ما تنسون، بالعكس لازم كثير تتعلقون فينا وحتى تعلمون اولادكم على هذا التاريخ على هالبلد، وما حتى هي ما يتعلق ما ينسونه ويبقى شيء بالماضي، مثل ما كان اليهود يعلمون اولادهم نحن هسه بالمهجر، لكن لازم نحن نرجع الى بلدنا والى تراثنا وهيك يصلوا، فيكون تواصل بيننا وبينكم يعني، لابد انه يحصل سلام واستقرار، لانه العنف والحرب ما لها مستقبل، ما ممكن انه تستمر، الزوان عمره قصير كثير سريع بس ما عنده مستقبل، الحنطه الخير بطيئه مرات واحد يفقد صبره بس الحنطه تبقى والدوم والخير خير كبير، نصلي من اجلكم كلكم انتم اهل هالخوره لها من اجل ابونا وابونا الاباء ثلاثتهم هون بشيكاغو، حتى ربنا يوفقكم ويبارككم ويحفظكم من اي مكروه. قيروف كلن وقاروف وقاروف ماريا شميس صوا ماريا شميس صوا بدل ايتن قد اشتاق ثولي قيثا وبدل ريشان ايتن مار فرانسيس خمرة رابا بابا درامي ومار لويس لاكو باتريارك ايتن كالديثا ومار وراهم وراهم دبران مرعيثا وبدل كل خدمي ليهن طلبخ وامروخ ماريا شميس صوا بدل أطرواثة كل ليلة ببريشوثة أثرج ريحة العراق ومذيثة موصل
أثرت سوريا ولبنان إيران وأراضي قديشة وأثرت أمريكا وكلنا شيئين وريشواثا ليهن ببريشوثا خنواثا وخثواثا مشيحاية تدمريا علىها يا وليهن شلامة وشينا طلبخ وأمرخ بدل كل بطريركة وبسقوبة قاشي رباني وربانياثا وكل عم مشيحايا ببريشوثا بطريركة إيتن كلديثا مار لويس روفائيل قمايا ساكو تدمريا علىها يولي نعمة ياثا وخيل وقودة طلبخ وأمرخ بدل كل مرعياثا كلداية دبو علما ببريشوثا مرعيثا دمرتو مشريحة طوانا آخذ وأمريكا ومبدل مر وراهم وراهم دبران مرعيثا كل شني خدم لي بقاوة مرعيثا برختا طلبخ وأمرخ بدل قاشة فرنك قلابات تزيبايش سيما بسقوبة وريشة خاصة مرعيثا يوم تشتد أثيا تدمريا آلها إيولي خيلة وقود وودة تخدمتها حقاني طلبخ وأمرخ بدل سنهادرس إيتن قدشتا بقاوة يرخى تدمريا آلها هاوي من كليهن دي لحضيرة ودم حضريلة وإيول نعمة تدروحة قدشة وبركاثة ونعمة ياثة تشاري روثة وحويادة حودافة طلبخ وأمرخ بدل كل خنواثا وخثواثا دبرشلي من أوى علما الخاية أبديناي بهي ما نوثد قيمتا تدمريا علىها إيوليهن ملكوثة دشمية طلبخ وأمرخ يا لا حيلانا فوق بغداء ثان كل الورح ندي وحلينو ذدلاوتو تدامي تحون سايد النال عمدي وفتاك وقال دفقي هذا الكل نيال مرحيتو عن الكنقاو الطيطار نعمدو ورحم ديوك يا معنى تكون بابا ولونا وروحات كل شرع نؤمن بإله واحد الآب الله بالكل وحده
نشكرك يا رب على غنى نعمتك الفائضة علينا، لأننا كنا خطأ ومساكين. أهلنا بكثرة رحمتك أن نخدم جسد ودم مسيحك المقدسين، فنسألك أن تساعدنا كي نخدم هذه الموهبة بمحبة صادقة وإيمان صحيح، ونصعد لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. السلام معكم. أخوتي، تبادلوا السلام بحب المسيح. Thank you.
مريم استحوان ساو الأحمر داو فتي شاتا وارم عينا والواقع على الله ويحمي الكون قولي لا توارح وقصر يا وثبي داو كداما ساو مخور من الكون أنا وبرق على الكون بتقصير شوهانا آمين. أخنا مباخة تحشين ساوي داو قدري شاتا كاسا دخلاهو إلى خوارك يا بالخدمي داو قداما ساو الشار من الكرمون أنا مبين بدي أثق أهدت للعالم راس الهيمة مفتاح لأولكم على سجيلة الشيء شوقانا لأحباري آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري وكما أمرتنا لقد اجتمعنا نحن عبيدك الحقيرين والبائسين الذين أزديت إلينا نعمتك العظيمة التي لا توفى إذ لبست سوتنا لتحيينا إلى ودك فرفعت ذنبنا وأفقدت عثرتنا وأحييت ميتتنا وغفرت خطايانا وزكيت إثمنا وأنرت فهمنا وشجبت أعداءنا يا ربنا وإلهنا. جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوه
وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نشكرك ونسبحك بلا انقطاع بكنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم. اطلنا يا ربنا وإلهنا بحنانك نحن الضعفاء بأرفي عذوبة محبتك واغسلنا به من أدران الخطيئة أيها الراعي الصالح الذي خرج في طلبنا فوجدنا ويسر برجوعنا واغفر لنا بنعمتك ورحمتك خطايانا التي نتذكرها والتي لا نتذكرها. اقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. براي شرشيمة ثم يقرأ بطل معيان الماراني شون شيحة شمد بابا شونا روح القدس الأبد. آمين. أيش شيما باولا قديشة بما حسيان الماراني صانشيحة شو بابا ربنا وروح القدس الأبد. آمين. Oh,
إلهنا الصالح وأبانا المملوءة رحمة، نطلب منك ونتضرع إلى رحمتك الواسعة. لا يا رب لا تدخلنا في تجربة، ولكن نجنا وخلصنا من الشرير وقواته، لأن لك الملك والقوة والعزة والمحبة والسلطان في السماء والأرض.
Yeah.
قديش بقيا ولا
شنو أبوك يا عزيزي؟ توثانوت الباب المعليا مار لويس رفائيل قمايا ساكو باطريان كتئيتا كالديتا قدشتا بابا وردة تسقوفة مروراها مروراها مدبراند مرأيثا مرتومة شليحة كالديتا قوانيتا مار شليمون مردوني مهيرانة باطريان كدو بطلك مار يوسف توما بسقوبة ورشدة بسقوبة ومرأيتنا كنديرة تتركب مسلمانية لحظيتها مار حبيب النوخلي رشدة بسقوبة وبسقوبة رشدة بسقوبة ومرأيتنا كنديرة تتبصر مار بولز بنيامنة بسقوبة شيكاغو تقيتت مدنحة خنواتنا دورائي مرأوة رولة بسقوفة كاليفورنيا تأتت مدنها تخنوات ناتو راية مرقي ورقي سيون أنا بسقوفة شيكاغو إذا أتقت مدنها تخنوات ناتو راية Father Thomas Bamer, representative of Cardinal Francis George of the Archdiocese of Chicago. أبونا سامر يوحانون من كنيسة السريان الأرثوذكس في شيكاغو أبونا تاوى من كنيسة مريم العذراء في بورت الأكوريت في روزفلت أبونا كيورجس من كنيسة فرندريوس في لندن في واتناكورا أبونا بيير البلا من كنيسة سيدة العذراء سيدة لبنان في ماروني أبونا أويقا من كنيسة الداف مدنة دورية مدن حتى تحفة أبونا زيا من إيت مار أبرم أكيد أكيد بعد نقاشة سنحاريم ونقاشة جبائي الكساف أبونا صقبان متي سكرتير الطاطريركة أتمنى أخونا بعد قاشة سنحاريبو مطران جبراي كساف وليد آرمين جبد مرب بنياتا وليقو أرخا إيبا مصدق التعليم وعمل شي حايا دي لجميع أخا بشينة لو في كله وخن الأول عشاية حبة ذيك ميطرخ بقاوي وباطر يركا دقيتا كالديتا قوي بيتو قميتا لمدينة شيكاغو بين لبنانة وبناتة من عمم شيحايا دي لجميع أخا أخ نواطة وخثواطة خالبة بصيخة ومحيدة قو حبة ثمارني شو عم شيحة قمايا وتبابا باطر يركا وتأتات كله بكل شماني شاريروثا وحويادا وحوداثا أصالة وحدة تجدد authenticity unity and renewal أوائل شعار بابا قاطر يركا تمشى قلة من يوما بشن بلوبيا من روح القدشة تتهاوي بابا ايتن كالليلة سيدنا عم مشي حايا جو شيكاغو بتريشوتا اخني يا الاخوة بناتو بتريشوتا يا البنات الايتاتا بمر مريم بمر ابرم يوخ كلا نحيذي الموقف كل عدانا بصلواتا تدمر يا الها يا الاخوة نعمتياتا وخيلا تد مكملتن اي ارخة قدشتا تبش دوخ من قبي طالا ديوتن كل كالشيروثا ودلس دوثا قو اخرج عراق سيدنا صلواتا اليه الطوف الكل عدانا وهو عمان شي حاية دي لجميع منه في اخا اديو الي حبه وقالو خب يا قوري وقالو ديو الديلاتا دا سيدنا قلب اخت لي عدانا سيدنا صالة العشاية اي مخ كلنا نخلوات في خطوات يا عزيزي مبارك أمري آلانا
عشايديا رمشديا وترين احمديو لبواتا وشتام وخوشينو عوايديا وهم بأفرديا ومطوري كلي استياديا من كلي زراري طبخ من اخو مريا بديو دام هيدي اي دام هيدي تقيداتا ديا دوية قائدة مدنها قائدة قدشتا لايبا سادة تحب ديو تشوفان ديو مهربكون بابا برونا وروح القدشة والآبة آمين. يا بيبونا فتي دارخ اللوخ المفرد عشاير خير العالم وجع سنة طول الليل ما قدر ينام بسبب وجع السن ماله ما يعرف شو يسوي ما عنده دواء ما يقدر عرف اللي يصبح الصبح وقدر يروح على الدكتور بس راح مشغول قلبه قال له شوف دكتور اسمعني زين هذا السن عذبني طول الليل أرجوك اشتعل البقية كلها وخليه بوحدة خليه يبقى مثل الكلب يجي جاء يريد ينفح العجوز
قال انت ليش تذبحني؟ قال اذبحتي لان كذبتي علي، قلتي لي حلوه. قال انا ما قلت هي حلوه. قال ايش قلتي؟ قال قلت لك راقت نرجس، يعني شعره ابيض وجه اصفر رجليه خضر. تنادي صلاة الطلاب خذ أخوات الأخوات عزيزة
إلى الهواء الطريق قاود هما لوتا ديوخن وقاود إيكا ديوخن برنم داني قلت لنا شكرا قاود أمي أبقى إما نوسا لنا شكرا إيكا ديان قلت لنا شكرا البرنم داني إلى مهمة خاصة كريال ديوخن دوري اللي لا نتاية مفروفة أخذوا لزلوا خليمان وكديوخن فأنت أخذوا الإيتا أقول ألها شاح الأمان التالي بس يلوخن إلى مشكلة لازم ملكوا لها فهذا أرخى سهلة إيه دعوة أكيد في يلوخن يلوخن هوا قريب الألهة وهوا قريب الإيتا كوا قريب اللوخن وكل بابا ويما سيبوت ديالي عدلة ديالي هوا قريب الليل الله هوا قريب الألهة يعني الله هو الله ما نوخ الله هوا قريب الإيتا لكوا قريب اللوخن لك وقريب اللوخن هو أكيدين خترجم هاوتون وإما تشو تساوي يمكن هكذا يجبوك لك أحد بس إما الفتولة هو قريب ألها إيمانوتا وهو قريب الإيكا تيلا لزدوت يلوخن هو قريب اللوخن فمن دي بتيبت اللوخن أنه أتمنى دي الدول قريب بلوخن ويمكن لك مشتاقهم بلوخن هذا أن يمن جريحة قناتة من لوخن يعني مقهرة يعني من شخصة يعني خمين دي كل مدين باعي ليوخ كامل اكتر شوقانا من لوخن اللي كل مدين كنو هو السنة كنيسة واحدة جامعة رسولية كنيسة المشرق
ترجع وتصير كنيسة وحدي، ومع أخوتنا أيضاً التقويم الجديد أو كنيسة المشرق الشرقية القديمة، ونهني سيدنا الجديد برسامتهم. فما معقولة أن نظل إحنا جسم واحد ثلاث رؤوس، يعني هذا ضد طبيعة. إيماننا المسيحي وصلاة يسوع أن نكون هيك واحد. أنا أي انطباعي وأملي أن نكون كنيسة واحدة، بعدين ممكن نرجع شعبنا يكون له وعي أكبر، وأن يكون أيضاً شعب واحد، اسم واحد. كيف نحافظ على حقوقنا وعلى أرضنا وتواجدنا؟ يعني أكيداً إذا هيك الأمور منه اللي ما يعرفنا ما حدا رح يميزنا، نحن أشوريا مثل ذلك، هذا غير شيء، نحن شعب واحد دم واحد يعني. بس الله يبارك فيك. كنا بالطيارة جايين من بغداد إلى اسطنبول حتى نجي هوني، جد وحدي قعدت بجنبي، وحدي معذبة يعني. اشتغل بالأمم المتحدة وزوجي واحد سني، هي هم سني سبور. طبعا سيدنا شيمون خطى سبع عيونه وغفى. فحكينا كثير على الإسلام والمسيحية والانفتاح والإنسان لازم كثير حرية وإلى آخره. قبل ما ننزل قالت لي هنيان من أولادك كم ولد عندك؟ قلت لها مليون ونص. مرتبة كبيرة، ما نتزوج لأنه حياتنا هي للناس، حب الناس، هذا شوية يعيق خدمتنا وعطانا. قلتين هذول مالتنا ما يشبعون الوحدة. حضر هذا المساء المبارك، بالخصوص احب اذكر لجنه التعليم المسيحي ومجلس قوانه كنيسه مريم العذراء، اكيد مدرسين ومجلس قوانه اللي تعبوا بكل صراحه وحضروا هذا اليوم الخاص اللي كان عندنا. ربي يبارككم اكيد ويزيد من نعم مالتكم، مثل ما نقول مثل ما يقول سيدنا، اكيد لا الكاهن هو بوحده بالكنيسه ولا المطران هو بوحده، لكن احنا كلنا ايد وحده نبني الكنيسه بروح محبه، بروح خلاقه، بروح طيبه. هذا المساء وهذا الشيء نختم اكيد عشانه بكلمه سيدنا، ربي يبارككم. اكيد سيدنا نتمنى لك كل موفقيه بزيارتك في ميشيغان. ابانا الساقيه اشكركم، ابانا الكهن اشكركم اكيد على حضوركم هذا المساء، واكيد اشكركم باسم كنيسه مريم العذراء على حضوركم هذا المساء ودعمكم وحبكم لكنيستكم وحبكم اكيد لرفقتنا الباتريارك مع لويس وقائل لاول صاحبه. مساءكم مبارك وتصبحون على خير.